قدم رئيس الجمهورية برهم صالح أول مشروع قانون عقوبات جديد في العراق منذ 50 عاما ليحل محل قانون 69، مبينا في كلمة له أن المشروع يتضمن قواعد الحياة الحديثة ويستهدف سد الفراغ التشريعي في القانون النافذ. ونحن بصدد إطلاق مشروع قانون العقوبات العراقي الجديد إلى مجلس النواب الموقر. هذا المشروع يعتبر التعديل الأشمل على قانون العقوبات العراقي من سنة 1969 وبعد التعديلات التي أجريت عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل وأيضا الأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة. المشروع المقدم يتضمن القواعد القانونية الجديدة التي تسير الحياة العصرية لما نريده لمجتمع متجدد ويصبو إلى الموائمة مع الحداثة والمعاصرة.